بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مع المراجعة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية. هنبدأ بأول حاجة الجغرافيا. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات نقط دائرية، بيضاوية، غير منتظمة ولا حلزونية؟ يلا فكروا مع بعض. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات نقط. أيوه، الإجابة الصحيحة تدور الكواكب حول الشمس في مدارات بيضاوية. أكبر دوائر العرض هي نقط دائرة الاستواء ولا مدار جدي ولا مدار السرطان ولا خط جرينتش؟ أكبر دوائر العرض. تمام، برافو عليكم، دائرة الاستواء، والإجابة صحيحة. نقط من العوامل الخارجية التي تساهم في تشكيل سطح الأرض. نقط من العوامل الخارجية التي تساهم في تشكيل سطح الأرض: الزلازل، الرياح، البراكين ولا الالتواءات؟ فكروا كده. تمام، الرياح من العوامل الخارجية التي تساهم في تشكيل سطح الأرض. انقسم اليابس في المرحلة الثانية إلى كتلتين، وعرفت الكتلة الشمالية باسم نقط: جندوانا، لوراسيا، بنجايا، تيسيس. الكتلة الشمالية في المرحلة الثانية كان اسمها ايه؟ لوراسيا ولا جندوانا ولا بنجايا ولا تيسيس؟ تمام، لوراسيا، إجابة صحيحة. يعد كوكب نقط أقرب الكواكب إلى الشمس. كوكب نقط يعتبر أقرب الكواكب إلى الشمس. تمام، كوكب عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس. تنحرف الرياح يسار اتجاهها في نصف الكرة الأرضية نقط: الجنوبي ولا الشمالي ولا الشرق ولا الغرب؟ تنحرف الرياح يسار اتجاهها في نصف الكرة الأرضية: الجنوبي ولا الشمالي ولا الشرقي ولا الغربي؟ تمام، الجنوبي. أول كواكب المجموعة الشمسية الخارجية: كوكب نقط، عطارد، المريخ، المشتري، أورانوس. أول الكواكب الخارجية من كواكب المجموعة الشمسية. يلا، تمام، كوكب المشتري، برافو عليك. أصغر قارات العالم مساحة هي قارة أوروبا ولا أستراليا ولا إفريقيا ولا آسيا؟ أكبر قارات العالم مساحة هي قارة أستراليا، أوروبا، آسيا، إفريقيا. فكروا. أيوة، أصغر قارات العالم مساحة هي قارة أستراليا. يرجع السبب في ترتيب تعاقب فصول السنة الأربعة كل عام إلى نقط: اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس ولا اختلاف ميل محور الأرض ولا دوران الأرض حول نفسها ولا ثبات ميل محور الأرض؟ إيه السبب في ترتيب تعاقب فصول السنة الأربعة كل عام؟ إنهم بيجوا بنفس الترتيب كل عام. اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس ولا اختلاف ميل محور الأرض ولا دوران الأرض حول نفسها ولا ثبات ميل محور الأرض؟ هشوف الإجابات على الشات. برافو عليكم، ثبات ميل محور الأرض هو السبب في ترتيب وتعاقب فصول السنة الأربعة كل عام. القارة الوحيدة التي يمر بها دائرة الاستواء ومدار الجدي ومدار السرطان هي قارة نقط: آسيا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية؟ القارة اللي بيمر بها ثلاث دوائر عرض رئيسية: الاستواء والجدي والسرطان. يلا اكتبوا الإجابات على الشات. تمام، هي قارة إفريقيا. نقط من أمثلة البحار الخارجية: بحر الصين، بحر قزوين، البحر المتوسط ولا البحر الأحمر؟ البحار الخارجية، هل بحر الصين ولا بحر قزوين ولا البحر المتوسط ولا البحر الأحمر؟ أيوه، برافو عليكم، بحر الصين. بحر قزوين مغلق والمتوسط والأحمر بحار داخلية. تبدو لنا نقط في السماء على هيئة سهام ضوئية. إيه اللي بيظهر لنا في السماء على هيئة سهام ضوئية؟ السدم ولا النيازك ولا الكواكب ولا الشهب؟ ممتازين، الشهب بتبدو لنا في السماء على هيئة سهام ضوئية. كان بحر تيسيس
يفصل بين لوراسيا وانوآ، لوراسيا وجندوانا، ولا لوراسيا وافريقيا، ولا لوراسيا وبنجايا، ولا لوراسيا واسيا؟ بحر تيسيس كان بيفصل بين لوراسيا وايه؟ بنجايا ولا افريقيا ولا جندوانا ولا اسيا؟ تمام، لوراسيا وجندوانا. اجابه صحيحه، ممتازين، برافو عليكم. حسب نظريه فيجنر، كان اليابس كتله واحده اطلق عليها قاره نقط، لوراسيا، جندوانا، افريقيا، بنجايا. حسب نظريه فيجنر اليابس كان كتله واحده بيطلق عليها قاره، ها اشوف الاجابات في الشات. تمام، ممتاز، قاره بنجايا. يقسم نقط سطح الارض الى نصفين متساويين شمالا وجنوبا، خط الاستواء، مدار الجدي، مدار السرطان، ولا القطب الشمالي؟ ايه اللي بيقسم سطح الارض الى نصفين متساويين شمالا وجنوبا؟ بالفعل هو خط الاستواء او دائرة الاستواء. توجد جبال الألب في قارة اسيا ولا افريقيا ولا اوروبا ولا امريكا الشمالية؟ برافو عليكم، في قارة اوروبا. يقسم نقط سطح الارض الى نصفين متساويين شرقا وغربا. السؤال ده يختلف عن السؤال اللي شفناه قبل كده، ده شرقا وغربا واللي هناك شمالا وجنوبا. ايه اللي بيقسم سطح الارض الى نصفين متساويين شرقا وغربا؟ خط جرينتش ولا دائرة الاستواء ولا مدار السرطان ولا مدار الجدي؟ تمام، برافو عليكم، خط جرينتش هو اللي بيقسم سطح الارض الى نصفين متساويين شرقا وغربا. يقدم المسافر ساعته اذا اتجه غربا، شرقا، جنوبا، ولا شمالا؟ ايوه، الاجابه الصحيحه، يقدم المسافر ساعته اذا اتجه شرقا. تمام، اكبر دوائر العرض هي نقط، مدار الجدي، دائره الاستواء، القطب الشمالي، مدار السرطان. ممتازين، دائره الاستواء هي اكبر دوائر العرض. تنشط الرياح وتسقط الأمطار في فصل الشتاء ولا الصيف ولا الخريف ولا الربيع؟ تنشط الرياح وتسقط الأمطار، أيوة، برافو عليكم، في فصل الشتاء. تتعامد الشمس على نقط في 21 يونيو، 21 يونيو اللي هو شهر 6، بتتعامد الشمس على إيه؟ مدار السرطان، دائرة الاستواء، القطب الجنوبي، ولا مدار الجدي؟ أيوة، مدار السرطان. تقع هضبة إثيوبيا في قارة آسيا ولا إفريقيا ولا أستراليا ولا أوروبا؟ هضبة إثيوبيا تقع في قارة إيه؟ تمام، قارة إفريقيا. يعرف كوكب نقط بالكوكب الأحمر، كوكب إيه اللي بنطلق عليه الكوكب الأحمر؟ كوكب الأرض ولا كوكب نبتون ولا كوكب المريخ ولا كوكب عطارد؟ ممتازين، كوكب المريخ. يصغر حجم دوائر العرض كلما اتجهنا جنوب أو شمال نقط، مدار السرطان، مدار الجدي، خط جرينتش، ولا دائرة الاستواء؟ ايوه، هي دائرة الاستواء، كلما اتجهنا شمال او جنوبها بيصغر حجم دوائر العرض. تتعامد الشمس في الصيف الجنوبي على نقط، على مدار الجدي ولا مدار السرطان ولا خط جرينتش ولا دائرة الاستواء؟ الصيف في نصف الكرة الجنوبي، تتعامد الشمس على مدار، تمام، مدار الجدي. يطول النهار في فصل الشتاء ولا الصيف ولا الخريف ولا الربيع؟ يطول النهار في فصل، ايوه، في فصل الصيف. في 21 مارس بتتعامد الشمس على ايه؟ على مدار الجدي ولا مدار السرطان ولا القطب الجنوبي ولا دائرة الاستواء؟ في 21 مارس تتعامد الشمس، تمام، على دائرة الاستواء. توجد جبال الانديز في قارة ايه؟ قارة افريقيا ولا قارة اسيا ولا امريكا الجنوبية ولا امريكا الشمالية؟
أيوة، جبال الإنديز بتوجد في قارة أمريكا الجنوبية. كده خلصنا الجغرافيا، نبدأ مراجعة التاريخ. أول سؤال برضو اختار الإجابة الصحيحة، تحققت الوحدة الثانية على يد الملك مين؟ أحمس ولا نعمر عمينة ولا زوسر ولا سنفرو؟ الوحدة الثانية تمام، تحققت على يد الملك مينا أو نعمر. بنى الملك نعمر أو مينا مدينة نقط واتخذها عاصمة للبلاد، مدينة منف ولا مدينة طيبة ولا مدينة أواريس ولا مدينة أون؟ أيوة، مدينة منف اتخذها عاصمة موحدة للبلاد. حكم الملك نقط البلاد لمدة 24 عاما وأطلق عليه المصريون لقب المحسن المحبوب. الملك رمسيس الثاني ولا خوفو ولا سنفرو ولا الملكة حتشبسوت؟ أيوة، الملك سنفرو حكم البلاد 24 عاما ولقبوه بالمحسن المحبوب. انهارت سلطة الحكومة المركزية في أواخر عهد الملك نقط أحد ملوك الأسرة السادسة، رمسيس الثاني، أخناتون ولا أحمس ولا بيبي الثاني؟ انهارت سلطة الحكومة المركزية تمام في عهد الملك بيبي الثاني. كان المصر القديم دائم التنقل فوق الهضاب في العصر نقط، الحجر القديم ولا الحجر الحديث ولا العصر المتأخر ولا العصر النحاسي؟ أيوة، في العصر الحجري القديم كان المصري القديم دائم التنقل فوق الهضاب. عرف المصري القديم الزراعة في العصر نقط، المتأخر ولا العصر النحاسي ولا العصر الحجري الحديث ولا العصر الحجري القديم؟ المصري القديم عرف الزراعة، أيوة، في العصر الحجري الحديث. ظهرت بعض العبادات في العصر نقط، المتأخر، الحجر الحديث، الحجر القديم ولا العصر النحاسي؟ بعض العبادات ظهرت تمام في العصر النحاسي، ممتازين شطار. كان شعار مملكة الشمال نبات البردي، زهرة اللوتس ولا سنبلة القمح ولا نبات الحلفة؟ شعار مملكة الشمال تمام نبات البردي. يسمى عصر الدولة القديمة بعصر نقط، عصر الاضمحلال ولا عصر الرخاء الاقتصادي ولا عصر بناء الأهرامات ولا عصر المجد الحربي؟ عصر الدولة القديمة يسمى عصر ايه؟ ايوه، برافو عليكم، عصر بناء الأهرامات. تعرضت مصر لهجمات نقط في عصر الاضمحلال الأول، الأشوريين ولا الأسيويين ولا الحيثيين ولا الليبيين؟ أيوة، لهجمات الآسيويين. اتخذ الهكسوس أثناء احتلالهم لمصر مدينة نقط عاصمة لهم، مدينة أواريس ولا مدينة من ولا مدينة أخيتاتون ولا مدينة طيبة؟ العاصمة اللي اتخذها الهكسوس عاصمة لهم أثناء احتلالهم لمصر هي مدينة أواريس، برافو عليكم. قاد أمراء نقط حركة الكفاح ضد الهكسوس، أمراء منف ولا هليوبوليس ولا أواريس ولا طيبة؟ أيوة، أمراء طيبة. كان من عوامل انتصار الهكسوس على المصريين استخدام سلاح ايه؟ الرماح ولا العجلات الحربية ولا الأقواس ولا السيوف؟ تمام، استخدموا العجلات الحربية وهي اللي ساعدتهم في هزيمة المصريين. هزم رمسيس الثالث شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر بريا عند نقط، عند رفح ولا عند وادي النطرون ولا عند قادش ولا عند مصب النيل الغربي؟ رمسيس الثالث هزم شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر بريا عند رفح، برافو عليكم، إجابة صحيحة. انتهى عصر الدولة الحديثة بازدياد نفوذ نقط، بازدياد نفوذ رجال الجيش ولا حكام الأقاليم
ولا بازدياد نفوذ الكهنة ولا الوزراء عصر الدولة الحديثة؟ برافو عليكم، بازدياد نفوذ الكهنة. عصر شمل الأسرتين الأولى والثانية هو عصر نقط، عصر الدولة الوسطى ولا عصر الدولة الحديثة ولا العصر المتأخر ولا العصر العتيق؟ العصر اللي شمل الأسرتين الأولى والثانية هو العصر العتيق. ممتازين خالص. أسرة لعبت دورا مهما في عصر الاضمحلال الأول وأسسوا الأسرتين التاسعة والعاشرة، أسرة من ولا أسرة أهلاسيا ولا الأسرة الخامسة ولا أسرة طيبة؟ أسرة أهلاسيا، برافو عليك. مدينة اتخذها أمنحتب الرابع عاصمة للبلاد، هي مدينة أخيتاتون ولا مدينة من ولا مدينة أواريس ولا مدينة طيبة؟ المدينة اللي اتخذها أخناتون عاصمة للبلاد، تمام، برافو عليكم، هي مدينة أخيتاتون. أنشأ الملك نقط قصر التيه، تحتمس الثالث ولا أمنحتب الرابع ولا أمنحات الثالث ولا أمنحات الأول؟ مين اللي أنشأ قصر التيه؟ أيوه، الملك أمنحات الثالث. قام الملك نقط بحفر قناة سيزوستريس، الملك سينيفرو ولا سانوسرت الثالث ولا أمنحتب الرابع ولا الملك نخاو؟ مين اللي حفر قناة سيزوستريس؟ أيوه، الملك سانوسرت الثالث. واحد هيقول لي نخاو، هقول له نخاو أعاد حفر قناة سيزوستريس، لكن اللي حفرها أول مرة هو الملك سانوسرت الثالث، برافو عليكم. قاد نقط المرحلة الأولى من حرب التحرير وقتل وهو يحارب الهكسوس، سقن رع ولا أحمس الأول ولا زوسر ولا كاموس؟ مين اللي قاد المرحلة الأولى من حرب التحرير وقتل وهو يحارب الهكسوس؟ تمام، برافو عليكم، شاطرين خالص، هو الملك سقن رع. انتصر الملك نقط على أمير قادش في معركة مجدو، أحمس رمسيس الثاني أوسر كاف ولا تحتمس الثالث؟ من اللي انتصر على أمير قادش في معركة مجدو؟ أيوه، هو الملك تحتمس الثالث. عقد الملك نقط أول معاهدة سلام في التاريخ، أحمس تحتمس الثالث رمسيس الثاني ولا أوسر كاف؟ من اللي عقد أول معاهدة سلام في التاريخ وكانت بينه وبين الحيثيين؟ تمام، هو الملك رمسيس الثاني، إجابة صحيحة. هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة هي، هل منظمة اليونيسيف ولا اليونسكو ولا الأليسكو ولا مجلس الأمن؟ تمام، منظمة اليونسكو، إجابة صحيحة. نجح حكام طيبة في إسقاط الأسرة نقط وإعادة الاستقرار للبلاد، الأسرة الخامسة ولا الأسرة الرابعة ولا الأسرة الثانية عشر ولا الأسرة العاشرة؟ أيوه، الأسرة العاشرة. نجح الإنسان في معرفة نقط في عام 3350 قبل الميلاد، الكتابة ولا الزراعة ولا التجارة ولا اكتشف النار؟ عام 3350 قبل الميلاد نجح الإنسان في معرفة الكتابة، برافو عليك. نزل المصري القديم إلى وادي النيل في العصر الحجري القديم ولا العصر الحجري الحديث ولا العصر العتيق ولا العصر النحاسي؟ تمام، برافو عليكم، في العصر الحجري الحديث، إجابة صحيحة، في العصر الحجري الحديث. بنى المصري القديم مسكنه من نقط في العصر النحاسي، من الطوب الأحمر، من الأحجار، من الأخشاب، من الطوب اللبن. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن، إجابة صحيحة.
كانت أولى خطوات مصر القديم نحو تحقيق الوحدة السياسية هي نشأة نقط المعابد ولا المدن ولا القرى ولا نشأة الأقاليم المستقلة؟ مظبوط، نشأة القرى كانت أولى خطوات مصر القديم نحو تحقيق الوحدة السياسية. تم تأسيس الأسرة الأولى على يد الملك مين؟ نعمر ولا سنفرو ولا زوسر ولا أحمس؟ الأسرة الأولى، تمام، على يد الملك نعمر. ممتازين خالص وشاطرين. بكده يبقى انتهت مراجعة اليوم، أتمنى لكم أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.